بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم المحامي رامي القليطي، شريك مؤسس رامي القليطي للمحاماة والاستشارات القانونية. أنا حقيقة سعيد برعاية هذا المؤتمر الذي يقام على مستوى الوطن العربي، كما أشكر القائمين على هذا المؤتمر، الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم على تنظيمهم هذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات، كما أن هذا المؤتمر يعتبر نقلة نوعية للمحامي العربي، ويشكل حلقة وصل ما بين المحامين، ويعتبر إضافة للمحامي العربي من الناحية الثقافية ومن الناحية الاجتماعية. وأتمنى أن يستمر هذا المؤتمر في السنوات القادمة، كما أدعو جميع المحامين بالتواجد في هذه المؤتمرات لما تشكل لهم من أهمية في مستقبلهم المهني، وأتمنى التوفيق للجميع.